كلنا كنا طبيعيين جدا. امال ايه اللي حصل؟ وصراحه عشان الموضوع ما لقيتلوش اجابه ممكن تكون منطقيه، ففي الاول قلت يبقى احنا في حد عمل لنا تنويه مغناطيسي جماعي او عمل حمله اعلاميه جامده قوي اقنعنا بيها ان الفالسو عصر. وده كان ده شكل الحمل، الفالسو يكسب في البيت وفي الشغل. فالسو ولا ايه؟ هات لنا فالسو، هات لنا فالسو، هات لنا منه علاقة واتنين. هات لنا فالسو، هات لنا فالسو، هات لنا منه علاقة واتنين. رايحين على فين؟ أنا كنت بشتغل كريتيف دايركتور وكنت بحب شغلي قوي، وبعدين الدنيا ندهتني في اتجاه تاني بحبه برضه، وهو إني أشتغل أنيمال كوميونيكيتور أو التواصل مع الحيوانات. دي حاجة درستها في الدكتوراه. بنركز على الحالة النفسية بتاعت الحيوانات، وكمان بنقدر نفهم أي تصرفات غريبة ليهم، هما ليه بيعملوا تصرفات غريبة. فأنا هاخدكم معايا رحلة إلى عالم الحيوان، وأتمنى لما نرجع تفكروا في حياتكم إيه الحاجات اللي فيها أصلي وإيه الحاجات الفالسو اللي تفضلوا تغيروها. وهبتدي بكوكو. ان لو انت عايز حياه حقيقيه وعلاقات حقيقيه
لازم تكون صادق مع نفسك وتطلع اللي جواك. ملهاش حد تاني، لازم. احنا بنبقى قبلها. وعايزه ادي رمز لاول حاجه اتعلمتها اللي هو تي تو تو يور سيلف. ما تعرفوا ليه انا بديله رمز ده؟ بس عشان تبقى صادق مع نفسك انت لازم تبقى عارف نفسك، لازم تبقى عارف ايه المقياس بتاعك، ايه اللي يريحني غير اللي يريحك غير اللي يريحه. طب تعرف المقياس ازاي؟ تعرفوا اللي انا بسميه حاجه اسمها اكس ليتر. عارفين كده مش كل حاجه لها مقياس، الميه بيقيسوها باللتر، الكهرباء بالفولت، الكيلومتر المسافه بالكيلومتر. ده المقياس بتاعك، عشان كده احب نديله اسمك. انا اسمي ميرام، بحب اسميه ميلز ميتر. انتوا هتسموا المقياس بتاعكم ايه؟ كل واحد يفكر بقى. المقياس بتاعك ده لازم تكون عارف عن نفسك ثلاث حاجات. اول حاجه تكون عارف ايه الفاليوز بتاعتك، ايه الحاجات المهمه في حياتك. تاني حاجه تكون عارف طبيعتك عامله ازاي. انت حد بيحب الدوشه، بيحب يبقى بسرعه، ولا حد بيحب الهدوء، ما بيحبش الناس. حاجات كتير عن طبيعتك لازم تعرفها. وثالث حاجه ايه اللي بيخليك تشتغل، بمعنى ايه الحاجات اللي بتخليك تنور. كلنا بيبقى عندنا ان شاء الله هوبي كده لو عملناها بتنور. في ناس لما بتشغل مزيكا، في ناس لما بتعمل حاجه كريتيف، لازم تبقى عارف ايه اللي بيخليك تنور. من ضمن الحاجات اللي بتعجبني قوي في الحيوانات ان هو لو حاول يقول لك ان في مشكله زي ما كوكو عمل وانت ما استجبتش هو مش هيصبر، هو هيعاني. يعني ايه هيعاني؟ هيعاني يعني مثلا القطه عملت تواليت على في الطرق عشان تقول لك انه على فكره انا زعلان منك وانت ما خدتش بالك. طنش المره الجايه هتعمل لك على السجاده الشينوا الغاليه اللي انت بتحبيها او على كنبه الصالون البيضاء. هي هتفضل تعاني لدرجه ان هم بيبتدوا يعملوا تصرفات غير مفهومه. اللي هو مالك يا حبيبي بتعمل ايه؟ تصرفات زي ايه؟ ان قطه مثلا تاكل اكياس نايلون، ودي قصص حقيقيه انا اشتغلت عليها، او حصان يوقع صاحبه في البطولات بس مش في التمرين، وكانه عارف ان البطولات هي المشكله. وممكن يوصل الموضوع انه كلب ينط من البلكونه زي دايس. انا رحت له بعد دايس كان نط من البلكونه من الدور الاولاني. نط مره؟ لا، نط كذا مره. بس للاسف اخر مره اتكسر. كان السؤال دايس بينط ليه؟ هو ده اهم سؤال نجاوب عليه. لما عملنا سيشن لدايس اكتشفنا ان صاحبه بيسيبه في مكان هو بيسمع صوت الكلاب الثانيه بس ما بيشوفهاش. فدايس كان بينط عشان عايز يروح للكلاب الثانيه وعايز علاقات حقيقيه معاها. كان عندي فضول اعرف هل كل الكلاب ولا في كلب معين؟ وعرفت ان هو بينزل علشان كلبة فيميل جولدن ريتريفر لونها بني. لما سألت صاحبه لو في حد كلبة بالمواصفات دي حواليهم، قال لي الفيلا اللي قدامنا عندهم الكلبة دي. وصاحب الفيلا كذا مرة قال لي انه دايس كان بيبقى واقف قدام باب الفيلا عندهم. طلعت الصحاب يا جماعة، دايس بيحب. دايس نط من البلكونة عشان يروح للي هو عايزه، وده كان تاني درس اتعلمته، انه لو عايز علاقات وحياة حقيقية لازم يكون عندك الشجاعة تروح للي انت عايزه. من غير شجاعة بخوف مفيش حاجة هتحصل في حياتك، مفيش حاجة هتتغير. طبعا ما تنطش من البلكونة بس يبقى عندك الشجاعة الطيبة. ودي هديها ساين سي كارج الشجاعه. عشان موضوع الشجاعه ده شائك قوي، وانا عارفه ان كلنا بنعطل فيه كده في مراحل مختلفه في حياتنا، فقلت اديكم فكره ترفيهيه عن الفالسو قبل ما اكمل. الاصلي
حصل عليه. المهم انت هتختار ايه.